بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في برنامجكم الأسبوعي من الفقه الإسلامي، ونتحدث في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن موضوع الشركات. ذلكم الموضوع الذي ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمراً بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. الشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، ومعنى يبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضاً. فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من الظلم فيها. والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. ومعنى قوله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه فيما تشاركا فيه، فإذا خانه خرجت من بينهما، أي نزعت البركة من تجارتهما والتسديد في تصرفهما. ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وينبغي اختيار من له مال حلال وتجنب الشريك الذي ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون التصرف بإشراف المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم. والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي الاشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك. وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع والشراء أو التأجير أو غير ذلك. وهي إما اشتراك في مال وعمل، أو اشتراك في عمل بدون مال. وهي خمسة أنواع. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العنان. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة. النوع الثالث اشتراك في التحمل في الذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. الرابع اشتراك فيما يكتسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان. الخامس اشتراك في كل ما تقدم من أنواع الشركة، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل ذلك شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة. هذا مجمل أنواع شركة العقود، ونبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. فنقول: النوع الأول من أنواع الشركة شركة العقود، وهي شركة العنان بكسر العين، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء. وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في
في تقديمه ماله وعمله. فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في بعض شروطها. وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، فقال بعضهم لا يجوز، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله. والقول الثاني جواز ذلك، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما، وهذا حاصل في العروض كحصوله في النقود. ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد. فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا، أو شرط لأحدهما دراهم، أو شرط لأحدهما دراهم معلومة، أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، أو ربح وقت معين، أو ربح سفرة معينة، لم يصح في جميع هذه الصور، لأنه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة، لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.